يا ولي تشوفوا هسه التكاتك كم باب اهلي ونريد نروح نصور، وهذول الصغار كل ما نريد نصور هاي الصغار بالمنطقة تلتم بس يشوفون التكاتك مال جماعة يجون. شو تريد؟ تعال 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 تعال. وانا شو اسمي؟ انت اسمك علاء القروي. شو اسمي؟ علاء القروي. علاء العروي؟ ليش ما تنسون التيك تيك؟ ها؟ شلون تدفع؟ هاي مالتنا شنو؟ مالتك؟ من هنا لهناك كذبت؟ اشتريها بمليون. لا لا شو اسمي شو اسمها؟ انت اسمك علاء الطروي. علاء الطروي. هاي مشترينا المليون. يا ولد قلوا لهم قلوا لهم خلي يشتركون بالقناه حتى نشتركوا. اشتركوا بالقناه وحطوا لايك. حتى انت تعرف تحط لايك؟ لا اذا وصلت مليون. اذا وصلت مليون مشترك انا كل فيديو انا اقول لك قناتك. انا دائما اقول لهم انا كل فيديو لها تطلع. لا تكذب انت بس هي قناتي شو اسمها؟ علاء القروي. القروي علاوي. هو هو علاوي. شو اسمه؟ الطروي علاوي. الطروي علاوي. انا جاي امرك اطلع يا جن. اطلع يا جن. ايه هلول اوقف 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 وين راح؟ لا حد اوف 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 لا لا تروح له. اخوك؟ اخوك؟ هذا هو عرفك اخوك يعني نوه لا يطحبنا بس ما اوقف الا نوبه بعد بيجن ايش بيك؟ السلام عليكم شكو 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 اخباركم اتمنى بخير رجعت لكم في جديد اتمنى يعجبكم وياكم القروي علاوي. اوكي يا ولد قبل بداية الفيديو احب اشكركم على هاي اللايكات الاسطورية والاشتراكات الاسطورية مثل ما تشوفون شباب بهاي الصفحة جاي تطلع لكم اسماء اخر اشخاص اشتركوا بالقناة اذا تحب يطلع اسمك بالفيديو القادم اشترك بالقناة وان شاء الله بالفيديو القادم راح يطلع اسمك هنا مثل هذولة ويشتركون الناس بقناتك. يا احلى تيم بالعالم تيم القروي علاوي ورب الكعبة انتم كفو. اللي اريده منكم الكل شخص يشوف الفيديو يحط لايك حتى اطلع اسمه بالفيديو القادم. حط لايك وحط اشتراك بالقناة ما باقي شيء باقي 30,000 مشترك وتدخل القناة 900,000 مشترك ومحضر لكم مفاجأة كلش حلوة. اوكي يا ولد اليوم الحلقة شنية؟ اليوم الحلقة 107 اليوم تحرير الفتى المعاق اللي ضحينا به قبل فترة. هذا الفيديو صورته قبل 3 ايام بس بسبب الظروف ما قدرت انشره. فشباب اليوم شوفوا صار بينا بالضبط لعب بينا لعب يلا طلعناه. فما اريد احرق عليكم الفيديو اريد انكم تشوفونه وتطون رأيكم بالتعليقات. خليكم هاي الفيديو يا ولد ومشاهدة ممتعة. تأخروا يا اخوي ما ادري وين صاروا. تأخروا اسمع صوت تكاتك. هذول اجوا هذول هذول اجوا. حي الله تيم المافيا. هلا هلا تعال تعال تعالوا تعالوا. هلا هلا تأخرتوا. وين صرتوا يا اخو صارنا ساعة؟ وينكم؟ هلا وين مين الوليد؟ هلا كيفكم جبتوه؟ هلا على طول شلونكم؟ علاوي ترى ما يصير هيك كل واحد ثاني ساعه قدام باب اهله. ليش تاخرونه؟ يا هل تاخرونه؟ واحد اريد اتعشى اريد اوصل اخوي للدوره. يا اخو شاري ابو اخوك يدرس ما يدرس شاري. انا دوم ما تاخرت ماكو ثاني طلعت له. ايه الحمد لله على السلامه السنبل يجي. الله يسلمك. حي الله سنبل حي الله. كان زعلان علي انا اليوم يا ولد. شو نسوي؟ شو نسوي؟ لازم اليوم نشد حيلنا واريدكم ترفعون راسي خوش. لان العالم لامتنا قالوا شنو معوق صار له يومين محسن مسيطر عليه وانتم وانتم كل شيء ما تسوون. علاوي انت شايف المعوق سوى انا لكم يعني مو العالم صديق عايفين صار كم قد علاوي يومين يومين عايفين هو معوق محسن ما نقدر له شنو نسوي له كم واحد علاوي شنو ما تقدر له صدق علاوي ترى ما يصير عمي لا لا ما يصير هو شايف القاله لا عمي قوي مو كم مره قصتها بايت هنا انواع واشكال سمعت النصوات وكا مساحات جديده تختار شنو جديده جديد عليكم هي مثل وذا زين شنو ترى غيره وغيره شفتها ولا ايه تصدق اليوم الناس لامتنا قالوا شنو انتم صالكم يومين مخلين معوق مخلينا هنا يم محسن مسيطر عليه محسن ويقول له يقول اليوم الرابع ايش لا يومين يومين يقولون لازم نطلع اليوم ما اليوم يقولون شنو جايبينه ضحيت وبي وطبي جني وتعوفونه وتروحون لاهلكم تشربون وتاكلون وهو هنا مو خطيه صحيح ها اليوم لازم بقوتنا اليوم ما نرجع لهنا هم البارح من رحت لهلي ابوي سالنا علي قالت له يا معلم ترجع من اليوم لهلك اذا ما جيت ترجع لهلك اليوم اخر اليوم انا اجيب لك انا اجيب لك يا اليوم اليوم اللي يرجع لهلك اليوم وزيون المعوق مو يانا
بعد ما اريد اجي انا 11 نفر احنا بعد ما اريد صديق 11 نفر ما تجيب زي وين اليوم نجيبه باي وسيله اليوم اذا ما اجوا ويانا كلكم 11 نفر ما اريدكم كلكم انت مصح ابطال ما انكر هذا الشيء فيه بس لازم اليوم نحرره الله وش فيك ما بيها مجال جيبه ونروح ايش فيك انت يلا رجعين هواي واذا اليوم انت ما جبتوه اجيب انا غيركم لا احنا نجيبه احنا تيم المافيا 40 نفر جيبه نجيب ما اجيكم اجيب غيركم انت تسحب الناس وتطبطبت تجيبه ويانا وانت مش فيكم بس ترى انت متحمس جافر 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 ايش فيك انت اخوك صار جد عايف فتح من عباس الباحث شذبت على ابوي يا جاي علاوي انت اللي هو مو علاوي ترى اخوك هو يتحمل يا تحمل يا علاوي هو انت اول ما تحمل شو با با البارحه جينا بس انا ومقتدى وعون وعبد وعبدول ضحينا بيه وسنبل اليوم اجانا وانت موجود واذا انت ما تدبروه قلوا لي دبر الاخوه يوم استعلموت وما ما ارجع تموت هسه اللي خاف يبقى هنا والله مستعد يوم موت وما ارجع اليوم فرصتنا الاخيره لازم نجيبه ونثبت للناس احنا مو بس اسم صح لو لا صح نجيبه شلون من جبنا ضحينا به المفروض احنا نرده بنفس الوقت بنفس اليوم بدنا نشوف اليوم شنو راح اسوي طيب صار شيء تتذكر من قال لك انا اجي وما اريد اي شيء من عندك قلت له انت اي شيء اطلب قال لك ما اريد اي شيء من عندك مو صح لو لا والله صحيح يا ولدي بس هاي الكلمه كافيه نجيبها مو تنسون اليوم لا نجيبها هاي على اللوت لا نجيبها والله هاي همتكم والله اليوم ناخذ شبيك شلون ما كان شو نسوي هسه انتم تعطوني كلمه ما حد ينهزم ماكو مستعد انا مو تو ما استحي يعني ما ننهزم انا ما انهزم بالنسبه لي انا اول واحد وياك علاوي علاوي المشكله خاف لهناك ورايح لهلاني يقولون لك لا مع الاسف شو السالفه اي مو هي هاي المشكله يعني لو نضل للاخير والله الرجعة انا كبطال ذول الساعه شوف هسه بالعشرة ونص وجاي انت تصدق وتريدهم يشردون شنو السالفه تعطونا عهد لا ان شاء الله نجيبه وياك يلا ها هي يلا سلامه التكاتك اول مره خلوها هنا نعم نروح نطب ندور وينهم بالضبط وش اريد منكم ما اريد تهور واستعجال الريد امشي جعفر ما يتهور عافيه والريد بس جعفر شنو ما تهور عافيه بالقوه ما انا بالقوه بالمسايس اخذك في الخطط تاخذك اكثر من مره يطق نريد اتحاد شنو اتحاد يعني متحدين كنا اتحاد هو سوا بعد طبعا اذا متفرقين وكل من راي وكل من يروح وحده ما ناخذه صح ما ناخذه لو بعد سنه بالقوه ما نقدر صحيح محسن اقوى من عندنا اي اقوى من عندنا ما نقدر بس احنا اذكى من عده يقولون الكثره تغلب الشجاعه بس محسن ما نغلبه بالكثره ما يمشي على هذا القانون ما يمشي هذا القانون ما يمشي على محسن محسن وحده عشيرة صح له ولا وإذا طق له واحد يكتله فإحنا شو نسوي خطة ها هي شريدا منكم شنو رأيكم ننقسم أقسام لو نبقى لا شوف مجموعة مجموعة أحسن والله على مود نطب على محسن حتى لا واحد ينقطب منه ولا واحد ينطق لأن إحنا ما نريد نضحينا بواحد ثاني إيه صح نريد ناخذ زيون احنا نريد ناخذ زيون ما حد يروح ناخذ قبل على التكاتك ونمشي خوش بالضبط نروح نشوف هاي سوين هو خلينا نشوف نروح على قوتك ما ننقسم ما نصير فرقات واحد من نبقى نشوفه لا اسمع صوت هناك لا اسمع صوت جعفر قاعد مشينا هناك شي يشتعي ويطفر اكو دخان دخان تعالوا نفتر دخان قوي تعالوا تعالوا نفتر منه هذا يوم النازع من نفسه وين ما يشوفه ماكو والله ذاك واحد نازع من نفسه من زوني ايه علاوي ذيك نار علاوي حارق نار علاوي واحد لابس اسود هذاك هاي محسن شاق الدشداشه هاي محسن محسن لا لا يمكن محسن والله لا لا مو هو والله محسن لاوي محسن شاق الدشداشه محسن بس دشداشه شنو يا ولد ذاك محسن ترى شاق ملابسه دشداشه شاقها والله هو تعال ايش فيكم واقفين تعال حاطب عشان النار يمه والله يدي يحرقه شي يحرقه هذا ايه وين دشداشته تعال ليش نازع دشداشته نازع حارقها جاها زين هاي ملابسه جدد يا جابن له جابر يمت ما تنسى يمكن جابر يجيب له ملابس ترى الناس تطي ترى ايش بيك وذا جابر يمت ملابس جابر يمت قريب على شلون يدي حرقه غير دي حرقه ذا شنو يحرقه ما يحرقه وجهه دخل اعتقد شو سوى والله ليش شغل النار
ما كان يشغلنا. والله راح واسع. قرب علي تعال قرب. قربوا 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 قربوا. يرجع. محسن قاعد يسوي بخوي. وش صاير بي؟ محسن. حسن طلع كاس. دير بالك عندك يا ولد. محسن حرق دشتي؟ محسن قاعد يحكي وياك شو يسوي بخوي؟ يمكن حرق دشداشته. حارقها؟ قاعد يحكي وياك؟ اوكي. عوف شوف هذا الاسود. خلنا نتبع. خلنا نتبع نشوفهم شو يسوي. قبل شو يسوي قبل؟ اذا وصلت هذه حرقه انطب علي خوش؟ ايه. لا ما يحرقه شوي. يحرقه يوني. هذا مو بعقله. تعرفني؟ لا. هذا اخوك ما عرفته؟ قل اخوي محسن. محسن اخوك. منومه منومه. زيوني؟ اروح؟ ما اروح انا من نال ويجي هسه هو الا حررك. انت ما تحكي محسن. سويت الزيوني. ما تحكي محسن. جاي يتحكم بي نفس ما كظان ذيك المره. انت ما تحكي شبيك؟ هاقل يروح. اي مو بعيه تشاو بعيه غير داخل بي جن. نفس ما كظان الجن ما خلانا اعرفكم. ايه ينسى جماعته ينسى كل شيء. شبيك؟ شلون يباع عنا محسن؟ مد اليوم ملابسك. لا تحاشون على الملابس هلا. عفوا لا تحاشون على الملابس. ايه يمكن هو رايح للسوق. لا تقع. شنو؟ لا تظل تقاطف. ما تحكي انت. يقول كيف هذا؟ ابتعد عنا شويه. يقاطف علينا ضرب. طفت ناره خطيه. يا ولد شنو رايكم نسوي خطه؟ لا انت اخذ بريم سايس خطشني. صيحه حاتي. نهجم عليه. يضحكون علينا اثنينهم. علاوي والله ما اسفين يا اخي. الحشنا علاوي احكي. نهجم عليه هجمه. لا نهجم شو يسوي؟ نهجم شو يعني؟ نهجم 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 ترى ما يسوي شيء. بس تهجم عليه يحرق اخرك. فوين طاحت يا اخي؟ الهجوم ما يسوي شيء والله. خلي وخر عنه. علاوي هسه ايش راسنا هذا؟ علاوي ليش ما تحكي؟ ما اشوفه بس يتمضحك. كر 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 بس فاك سنونه الخفل هالسنه. يقول رجاله بس يتمضحك مثل الحرمه. راح اكيت لها زيون والله. لا والله كتله. شد كتله انت. اه راح يحرق. والله كتله. راح يضرب روحه. ما يضرب روحه. اي راح كيت له والله. جلسوا على داره. داره خطيه ترى ما يضرب. فخور هذا الشيء. يقول لك ارجع. شوف داره. زيون تعرفني؟ ما تعرفه. هاي شوف شلون يا اخي. ما عندك بس انا ابن عوف. هاي دخلك انت شوي. تعال بس اعرف راح كنت والله. والله قلت له هو تعال. يا ولد دربارك يا ولد دربارك يا ولد. شوفوا شوفوا وارفيت كنت هنا ساحه عشاء اختلف عليه. هنا ساحه مفتوحه مو بوعي. هنا ساحه مفتوحه نسحب محسن لهنا ويبقى زيونه وحده بالضبط. شو والحل؟ شو يسوي بزيونه؟ الحل نشيل زيونه وبالتكتك بس خلينا نسحب. ترى احنا هواي احنا بس لا لا شو نسوي؟ تلهي محسن تلهي تبعد عن زيونه. واحنا شو نسوي؟ ناخذه ونشرد. عمي اكثر عدد خلي ياخذ محسن يبقى اثنين ياخذون اللهي ما ينوخذ زيون. ترى بيجين زيون. ترى بيجين ما تقدر تاخذه. ثلاث انا هاي هاي بس دقيقه يا ولد. خل نسحب زيوني ومحسن لهنا نجيب زيون. ما تقدر اسحب بس محسن. خلي زيون سهل باوع. مو زيوني خلي عليه اكثر من محسن لان انا جربنا نروح له ماكو كلش. ما يقدر والله. مو محسن ما ينسحب منا الا يجيب زيون وياه. فخلي نجيبهم اثنينهم. هو اثنين خلجوني. يلا خلينا نفتر لهم مجموعه يفترون من ورا بظهرهم. يلا مجموعه لهنا. يا ولد احنا هنا وتم واحد كم واحد يفتر منه. يفتروا منا من ظهر جيبوهم علينا. روح ايه ابقوا لا تحركون ولا اقول لكم اتحرك. ارجع علاوي ارجع. راح يكتله. ارجع علاوي راح يكتله. ما يكتله. لا ارجع ابوي. ارجع ابوي.
علاوي ها نسحب اوقف لا خليكم خليكم لا حد يطوف جماعتك بس خلينا نسحب راحتنا دا ما اجي اشوفه اي اي والله تعالوا تعالوا نسحب تعالوا 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 ورجعوا 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 شوف شلون هده ارجع 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 جعفر شوف شلون هده امشي بعد ارجع ارجع لو بعد ارجع ارجع ورجع 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 ارجع ومسافه هذه كتله على وش ما هي كتله خليها صار اشري اشري تعال تعال هيك شنو هسه قلت لكم الحشين يا ولد بس اسحب رايكم ليش اذا تصيرون اداره تلزقون الحشين توصلين انتم ثلاثه باوح ما هي كتله انت انت ما تصير اداره ترى هيك يخوفنا حتى ما نطب له تدرون لو نتاذى من هاي الحركه سوا خل هسه نشوف هسه وهي جاي حددها جاي حددها اريد يذبحها شوف هسه تدرون شو نسوي احنا؟ نستخدم عقلنا وانا شوية اعطونا مجال خلينا نشوف شنو اللي يصير طبعا مو قبل كذا ما ادري ايش اسوي لا مو مالك اعطونا مجال شوية مو مالك الدور والله ترى ما يصير واحد قبل يدخل والله واحد ينفله من ورا والله ما ادري بيك انا اسمع اطبل من ورا نشوف ما تمشون على خطتي لا اعطينا حل اخوي شوفوا تمشون على خطتي ما يمشي على خطتي من ناوي يروح لها يلا هو عالي من ناوي ابقوا هنا أنا. راح يجي محسن بهاي ساحه مفتوحه راح نحاصر محسن ومن يقول لك راح نحاصر محسن واثنين ياخذون زيوني ويروحون للتكتك والله ما ندب ما يدبرون شنو ما يدبرون لا دخلوني عنهم ما قدرني ما اقدر مره سوينا لا ربي جي خلي اثنين تلهى محسن الاثنين تسولف وياه تلهي لا 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 واحنا ناخذه اي ما يقدرنا غلط كنا نلهي محسن كم واحد علاه واثنين ياخذون زيوني زيوني معاق زيوني معاق بس هو ترى مسيطر علي شنو نقدر له هسه 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 يجي هنا هسه بس انت لا لا تحاشونا عوفوا يا جن بالخطه يا جن روح شوف علاوي عمرك شوف ايش يحكي يلا اجى اجى علاوي جوا 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 ارجع اجى اجى ارجع يا تعال اسحبهم علاوي اسحبهم ارجع رجعوا رجعوا عنا رجعوا عنا ليش ظليتوا هذا علاوي؟ خلينا نشوفه شو يسوي له. يا اخو كل ما تبتعد يجي، ايش بيك انت؟ تعالوا تعالوا رجعوا شوية رجعوا. هو كل ما ترجع يجي. ارجع. حتى النار طفت شوفها. قاعد ايش ما ادري شو يسوي. رجعوا 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 شوية، خلي خلي يجيبه لهنا. رجع. انت لا تخاف على زيوني من محسن، خاف على محسن من زيوني لعلمك. اي اي اي. هو معوق شو يسوي؟ كل شيء يسويك لا اخوي ما يسوي داخل بيه جن اخوي ودا بيه الجن بس ما يقدر يقول خطر خطر ودا معوض خطر شو يسوي؟ ترى قوي خاف انت ما شايفه والله صار نويته كتله خلص من عنده لا شو والله شو السالفه يا اخوي؟ هسه قول يا الله قول يا الله كتله هذه هذه رجعوا شوف بس قلت لك هسه هسه بعد خل نطب الخطه قبل علاوي ها شنو بدك شنو بكره اختفت يلا علاوي يلا والله مكان النار والله اكو شيء اختفى يلا انطب لي طلع شلون الدخان طلعت هي هم يلا يلا الخطه مالتنا خطتك يلا دائره عليه على محسن ايه. هو كنا نطب عليه لا من اقول لكم ايه. انا اقول لكم يلا يلا دائره عليه بالضبط عاشت ايديكم هسه الخطه بدت الخطه بدت عجوياك عجوياك ما تعوف اخوي اطلع يا جن يا اخي متعجب علي هذا الموضوع شنو لا ما تحكي بس قاعد بس قاعد بس قاعد شلون عدى هاي القوه الجن قافل علي ابد ما توصل انت اطلع يا جن والله قافل له قافل ما في والله يا خاشين هسه تعرفون هيك انت صار كم فتره عايفين يفتر علي اطلع يا جن والله هسه كتله انا خلص من عنده عايفين صار كم فتره يعني يفتر علي محسن وتم تبعون كتله يا تظل تبعون هيك بس تبعون ادري انتم هسه كلكم خايفين ولوين 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 يعني احنا 30 واحد ما ندبرها يا ولد ترى الخوف ما يفيد قام تعجب هذا المعوق شلون عنده هاي القوه
بس انت تعرف شنو لازمك ولد الحكي ما يفيد احنا جابس قارب جابس قارب جابس قيد جابس احنا سوينا حل هسه على واقف يما ابو الكاميرا ما تجي تحاكينا اطلع يا جن اطلع يا جن قلت لكم الجن يحبه ما يحبه لان يحب المعاقد شنو اي ما جاي حسين ما تحكي اطلع يا جن علاي ما تجي شفنا هاي الشارع وقفه وقفه هسه هي هاي الخطه جاي افكر بيها هسه بس ليش ما نهجم عليه هجمه لا هسه لا تستعجل لا تستعجل مو جاي محسن جاي شو يسوي محسن جاي يطلع الجن من زيوني بس زيوني ما يقبل شو نسوي له ما تشوفه يعاند ارجع والله جمال محسن جاي يساعدنا هاك شوف يريد يطلع الجن بس الجن اللي داخل زيوني ما جاي يقبل اطلع يا جن الحين ما تقول لي شو نسوي اطلع يا جن هاك شوف ما جاي يطلع يا اخي انا جاي يا امرك اطلع يا جن اطلع يا جن اعلى اطلع يا جن هلا ماكو حل اطلع يا جن تاخذ زيوني اطلع يا جن نشوفه نشوفه بلكي يطلع الجن والله ما اطلع يا جن جابا تاب اخوك يا اخوي مو على ود جابا ورطا انا مشاغل اطلع يا جن الاستعجال ما يفيدنا يلا الا بكيفي يلا اطلع لا الا شيء علوي الا شطوه يجي يلا شوفه شنو قاعد يقول الا شطوه لا يلا قله ما اطلع بس اطلع يا جن ما تعوفه نبدا بخطتنا الثانيه نبدا يلا جعفر جعفر وعون ابقوا يم زيوني والباقيين كلكم اطلع يا جن كلكم تهجمون على محسن بس تاخذون انتم قبل يلا اوقفوا من نفس الثلاثه تهجمون بس جعفر وعون يبقى هنا شنو شرطك والباقيين يهجمون على محسن شنو شرطك ما حد يبقى يمك بس انت بس انا اطلع يا جن انا جاي يا امرك اطلع يا جن اطلع يا جن شين علاوه وش منتظر وقف وقف بلكت بلكت يطلع لو يلا لوي يلا يا ولد على محسن كلكم طبوا يلا جعفر وعون اخذوا ما طبيت طب له اخذ تعت بس غير جاي طب له غير جاي طب له صديق ابد انا سبع ما اقدر طب ويتها ما تعوفه اي ما تعوفه انت تصوير طبلته ها كف كف تعبت كف اطلع يا جن اطلع يا جن دير بالكم دير بالكم كل شيء ما تسوون بس هي اطلع يا جن تعالوا هلا تعالوا ما
لا تعال. اوه خلينا نشوف ايش جاي يسوي. اوه باز قاعد جاباز قاعد جابت جو. بس ركز يا ولد. لا ما ترى علي. اطلع يا جن. اطلع يا جن. اطلع يا جن. يقول له ايه. هلول. اوقف اوقف اوقف. وين راح؟ في احد اوف 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 لا لا تروح له. لا لا تعال تعال. وين راح محسن؟ زيون. شنو هاي؟ زيوني. 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 زيون قام 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 بس قام بس قام بس قام قاعد 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 يجينا محسن واحد يتابعنا اخو هذا راح نحسن بعد ما يرجع تعرفني؟ انت تعرفني؟ تعرفني؟ ايوه عرفنا عرفنا تعرف هذا؟ ايوه اعرفك علاوي ها تعرفني؟ علاوي اخذ علاوي صح هذا علاوي علاوي صح هذا بس خليني احاكي بس زيوني هذا منو هذا؟ جعفر جعفر اخوك اخوك هذا هو عرفك اخوك يعني تعرف هذا تعرف هذولك تعرف هلوه مرتبه بابا هسه انت بيك شيء دوم تعبون. وين كنت انت تعبون علوي تعبون تعبون تتذكر وين كنت علوي دق قلبه ضعيف لا يطيح عندي يا شيل شيل تعال اخذه بسرعه علوي ما طلع اخذناها هاي يلا تكتك منك علي منك داخ وداخ روح روح وقت تروح لا نوبة بعد بيجن ايش بيك لا لا صح تعرفني لا لا بس طاح عرفت عرفتك ولا عرفت علاوي اه قاعده هسه تعرفني هذا من هو اخوك جعفر علاوي لا تسولف علي هواي خلنا ناخذ قبل علاوي تعبان تعبان يلا صعد بسرعه صعد